المحاولة ومنها الإجابة بجرأة، منها السؤال ومنها توضيح الحقيقة، منها السهم ومنها التسديد بدقة. ضيفة السهم في حلقة اليوم هي تاريخ الازدياد 14 فبراير، البرج الدم، أمينة أستاذة جامعية وأول أمينة عامة لحزب مغربي، الحالة العائلية متزوجة وأم لثلاثة أبناء. المواصفات: شخصية كاريزمية وقوية، عنيدة ومغامرة، تجمع فيها ما استعصى على غيرها، الثقافة، الجمال، النضال والشفافية. خصومها يجدونها متسلطة وديكتاتورية، وأنصارها يعتبرونها امرأة حديدية. هذه المواصفات تتطابق، وبروفايل واحد هو لي نبيلة منيب. ضيفة حلقة اليوم هي السياسية والأستاذة والمناضلة نبيلة منيب. سعيدة جدا جدا باستضافتك وبحضورك. شكرا لك مجدة على هذه الاستضافة الكريمة، وكنت منه نكون خفاف على المشاهدين والمتتبعين الكرام. رمضان كريم أستاذة نبيلة. الله يبارك فيك، رمضان كريم عليكم وعلى جميع المغاربة والمغربيات إن شاء الله. هذه الحلقة أنا متفائلة بها، وعارفة أنها ما غتكونش عادية بحضورك، لأنك أنت شخص خارج العادة. ونتمنوا إن شاء الله. يلا أستاذة نبيلة، اليوم عندنا تحدي. نعم. عندي مجموعة من السهام غادي نسددها لك. مرحبا. وأنا عارفك أنك مقاتلة شرسة. نعم. وبغيت اليوم أن احنا نكتشفوا ربما حويجات ما كيعرفوهمش الناس على المناضلة والحقوقية والسياسية نبيلة منيب. مرحبا. وطبعا دائما ممكن لعب أستاذة نبيلة في حالة ما إذا ما بغيتيش تجاوبيني على شي سؤال أو بغيت تهربي من شي سؤال. نعم. عندنا دائما الحق في أن احنا نستخدموا السهام. مرحبا. مرحبا. إذا مباشرة نمشي أول فقرة وهي سهم في كلمة. نبيلة منيب، اليسار في كلمة. التضامن. أصعب موقف حياتك. أمام الظلم. النضال الحقيقي هو. انخراط من أجل الآخر. النضال الحقيقي هو الآخر. المرأة القوية هي. مستقلة. الرجل المغربي هو. أبيسي. أسوأ الشرور. الظلم دائما. أبشع صفة في الإنسان. البخل. حلم لم يتحقق. مازال الحياة. أجمل متعة في الحياة. الأحفاد. أعظم إنجازاتك في الحياة. الانخراط السياسي. أكثر ما يخيفك من المستقبل. الجشع. أكبر خسارة حياتك. أني فقدت الوالدة مبكرا. خلينا أستاذة نبيلة أول فقرة. سهل. شكرا. الكلمة. واش عندك سهل؟ سهل غير في البداية. أنا في الأول ما كنبغيش نصدم الضيوف. يلا نمشيو نكتشفوا الفقرة الثانية وهي سهم القلب، وغنكتشفوا فيها أحوال القلب في حلقة نبيلة منيب. سهم القلب هي الفقرة اللي غادي نكتشفوا فيها الجانب الآخر من نبيلة منيب الإنسانة. أستاذة نبيلة بكل صراحة، أنت شخصية بغينا ولا كرهنا، اتفقنا معك ولا ما اتفقناش معك، أنت شخصية ما كنتلقاوش بحالها كل نهار. يعني واحد البروفايل يعني مختلف، خصوصا في مجتمع محافظ، خصوصا يعني لا جينيراسيون ديالك أستاذة. هاد يعني النموذج ديال هاد المرأة ماشي نموذج يعني اعتيادي. سؤالي هنا غادي يكون هو الأسرة اللي ربات هاد البروفيل واللي ربات هاد المرأة القوية المناضلة في واحد الوقيتة اللي المرأة كانت فيها كما كنعرفوا المرأة الأم، المرأة الحاضنة، المرأة يعني التابعة. وهو في الحقيقة يعني الأسرة اللي تربيت فيها حتى هي أسرة يمكن نقولوا عليها محافظة، ولكن أسرة اللي هي متوازنة، واللي كان فيها الأب اللي هو رجل مثقف ورجل طيب جداً، وكان كيعرف بأنه الدور ديال المرأة أساسي، يعني أنه الدور ديال الأم ديالي رحمها الله كان هو الدور المركزي في البيت، يعني الكلام كلامها والشورى شورتها، رغم أن الوالد هو الذي كان يتقلد المناصب الكبرى. ثم أن الوالد رحمه الله يعني كان يعرف يعني بالثقافة دياله خصوصا الدينية وهذا، بأنه المرأة اللي هي واحد الإنسان اللي هو عنده قيمة كبيرة، ولهذا كان يحب بناته بحال كيف كان كيحب
ولادو. ولهذا احنا شعرنا بهذا الحب. ولهذا في عدد ديال المقابلات انا كنقول بانه باش تخلق واحد المراه اللي هي عندها الثقه في النفس وقويه كيف كيقولوا خاص بعدا تدوز من المرحله ديال الحب ديال الاب ليها. هذا اساسي لانه من بعد غادي تجي القرايه، من بعد كيجي التكوين، من بعد كتجي الرياضه، من بعد كتجي القراءه. هذه كلها اليات كتساعد في التكوين ديال الشخصيه ديال الانسان. تنظن انا كنت محظوظه، ولكن اكبر حاجه هي انه والدينا علمونا باش نكونوا حنا، ما نلعبوش دور، ما نتصنعوش، كنقولوا الكلمه اللي كنامنوا بها، كنعملوا الشيء اللي حنا كنثقوا فيه، ماشي باش نعجبوا الاخرين ولكن باش نحترموا راسنا. هذا هو اللي كاين. يعني هذه هي الاسره اللي عاش فيها، واللي يعني ربما ان الولوج ديال المراه العربيه والمغاربيه للقرايه راه كانت حاجه كبيره بزاف، انه ملي كتقرا المراه وكتكون متفوقه في القراءه ما كيبقى حتى شي حدود. كتقول حتى انا يمكن لي غدا نكون طبيبه، يمكن لي نكون ممرضه، يمكن لي نكون استاذه، يمكن لي نكون كذا، اذا نتحمل مسؤوليه ونعيش حتى انا يعني باستقلاليه. ولهذا حتى اليوم البنات كانش واحد العدد البنات كيقراو كياخذوا دبلومات من بعد كيجلسوا في الدار، تيضيعونا في احيانا عن اختيار، ماشي اختيار، هذا كيقلبوا على السهله. احنا بغينا الناس تخدم باش البلاد تحرك، باش المراه تشارك في كل المجالات وتقلد مناصب عليا باش يمكن البلادنا تزيد القدام. والا نقريو البنات باش يجلسوا في الدار، راه المراه الا كتنظم حياتها يمكن لها تكلف بزاف الحوايج، تكلف بزاف الحوايج، ولكن يعاون هذا الرجل لان المجتمع محافظ بزاف. الا ما كانش الرجل يعني شويه متحضر وتساعد كيطيح عليها هي كل الثقل ديال المسؤوليات الداخليه والخارجيه. واحد العدد ديال النساء ما كيقدوش يواكبوا هذا الشيء كامل. ولكن الا كان استاذ لهذه المساله لان نقطه مهمه، نعم. انا بغيت نسولك على الاسره، شكون كان قريب لك، الام ولا الاب؟ يعني كصديق كنتي كتعاودي نعم. لهم صداقه ولا لا؟ هو الحقيقه العلاقه مع الوالدين ديالنا يعني كانت علاقه فيها الحشمه وفيها هذا، ماشي كنجيو تنعاودوا بزاف الحوايج، ما كنعاودوهمش، كنعاودوهم ربما الاخوات ديالنا اللي كبر منا ولا كذا. ولكن اللي كان هو انه في اسره مغربيه اللي فيها واحد العدد ديال البنات والولاد، كل واحد فينا ولد او بنت كان كيظن بانه هو المفضل لدى الام وهو المفضل لدى الاب. يعني واحد الحب اللي غمرونا به والدينا رحمهم الله، تنظن هذا هو اكبر غنى وهذه اكبر ثروه اللي جعلني انا يمكن لي نسى راسي ونخرط من اجل الاخر، لانه ما يمكنش هذا الشيء كله اللي انا يعني تلقيته كمحبه وكرعايه وك يعني ما يمكنش. ولهذا يعني اليوم بين الإخوة وكنهضروا كل واحد كيقول أنا كنت كذا، يعني باش تشوفها يعني هذا الذكاء ديال هاد الوالدين وهذا العطاء ديالهم المنقطع النظير اللي كبرونا في المحبة وكبرونا في الاحترام وكبرونا في حرية. التقدير، كيقدرونا وكيفرحوا بنا وكيقول لك أنت يا بنتي تبارك الله وأنت ولدي كذا، ما كيحطموناش. ولهذا أنا تنظن ساعدونا بزاف باش نكونوا يعني الناس متوازنين فين ما كنا، كنكونوا مزيانين الحمد لله. وهذا ماشي خاص ربما بالعائله ديالي، بواحد العدد العائلات اللي كانت عايشه في ذاك الوقت، لانها كانت منظومه القيم رفيعه، كانت القرايه عندها قيمه، كان الجار عنده قيمه، كان التضامن عندها قيمه القيم، ولكن ايضا كانت الحريه، كيعطونا الحريه ديالنا وتيثقوا فينا. وهذا الشيء اللي جعلنا انه نكونوا متوازنين، لان احنا غير ناس عاديين، ماشي شي حاجه اللي هي خارقه للعاده، لان الناس اليوم بدات تتقلب على شي حوايج اللي هي كتزوق بها راسها باش تقول غادي ربما نبان للناس مزيان. احنا بركه غير التربيه الحسنه كانت هي راس المال. وهذا الشيء اللي كاين. تمام. استاذه نبيله، انت كمراهقه ولا كشابه في مقتبل العمر، شنو كان طموحك؟ كيفاش كنتي كتشوفي راسك في المستقبل؟ وهو في الحقيقة أنا ذاك الساعة كانوا كيقولوا لنا بأنه المدرسة بعدا هي الآلية الوحيدة والكبيرة باش غيمكن لكم تقدموا. ولهذا كنا كنقولوا في ذاك السن المراهقة خصنا بعدا نجحوا في قرايتنا. إلا نجحنا في قرايتنا غادي يمكن لنا غدا نخدموا ونكونوا مستقلين، حيت كلنا كنا كنحلموا بالاستقلالية، يعني تكون يعني عندك فليساتك في جيبك، كتعرف ما تدير، عندك شي حرفة، عندك شي ثقافة باش يمكن لك تشتغل. وربما أنا مبكرا كنت كنحلم نكون في التعليم، لانه في المسيره ديالي كانوا عندي اساتذه نساء ورجال متميزين. ذاك الوقت فاش كنت كنقرا انايا يعني في الاعدادي وهذا، كانوا الاساتذه موسوعات، اغلبيه كانوا مناضلين يساريين فعلا، وكانوا عندهم واحد العطاء، كيعلمونا تيقريونا تيجيبوا لنا القصص وكذا. وكنت كنقول مع راسي الا غادي نكون انا استاذه في هذا المستوى ديال هاد الاساتذه ديالي
نبغي نكون استاذه. ومن بعد الوالد ديالي رحمه الله غادي يشجعني باش نتبع المهنه ديال التدريس في التعليم العالي. والتخصص ديالك اللي هو التخصص ديالي في مجال علم الغدد يعني الهرمونات ويعني الفيزيولوجيا ديال الخلايا وديال الجسم وكذا. ولهذا انا ملي كنشوف الخلايا كيفاش كتمشى وكيفاش كيتمشى يعني هذاك المواد السائله في الجسم ديالنا وكيفاش انه واحد الهرمون كيدخل واحد الخليه وماشي خليه واحده اخرى، كيبان لي هذه الامور اللي هي معقده وقدرنا نفهموها ك يعني ناس ديال العلوم، كيبان لي المشاكل ديال المجتمع دغيا خاصها تحل لأنها كبيرة وباينة بالمقارنة مع الإشكاليات العلمية. مع الإشكاليات العلمية هادشي خصو دغيا نحلوه في نهارو باش نعطيو الحقوق للناس والحريات ونخلقوا توازن يعني في جهة المغرب ونديروا الديمقراطية ونخلقوا ذاك الإنسان المواطن اللي هو فرحان براسه، لأن ملي كتعطيه الحقوق وتحترم له الحريات ديالو كتعطيه أنت كدولة الثقة في نفسه، حتى لما جابهاش من العائلة كتعطيها ليه أنتيا، حتى لما جابهاش من المدرسة كتعطيها ليه الدولة، لأن الدولة الشغل الشاغل ديالها خصو يكون هو أنها تربي المواطنات والمواطنين باش غدا يكونوا مستقلين وعندهم ثقة في نفسهم ويساهموا في البناء ويساهموا في التقدم ديال البلاد. سؤالي الموالي على واحدة من المشكلات اللي قلتي خصها تحل بسهولة. نعم. غادي نشوفوا فيديو للراحلة نوال السعداوي ونرجع. الزواج في رأي مؤسسة لا تتناسب مع المرأة الصادقة التلقائية البسيطة. الزواج مؤسسة اقتصادية اجتماعية سياسية فاسدة. هل نجاح الزوجة يعتمد على تمثيلها؟ النجاح للزوج والزوجة يعتمد على الكذب المتواصل. علشان تغذي الزواج يجب أن تكذب كل يوم. خلينا أقول العبارة تاني، الزواج يعتمد على الكذب المتواصل بين الزوجين. أيوة، لما تصدق يحصل طلاق. إذن هذا كان رأي يعني حوار مقتضب من نعم. والأستاذة نوال السعداوي يعني سيدة بكل ما في الكلمة من معنى، أديبة ومفكرة، وهي يعني من منتقدي المجتمع البتريكي الأبيسي، اللي هو المجتمع البتريكي باش نعرفوه هو واحد نظام تصنع ما عنده علاقة لا بالدين ولا بوالو، ولكن نظام ديال الهيمنة ديال الرجل على المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ولهذا كتقول هي بأن المؤسسة ديال الزواج ما كتكونش مؤسسة اللي كيكون فيها الصدق، خدامة فيها بزاف ديال الكذوب. علاش؟ لأن كتلقى في المجتمعات المحافظة بعدا كيربيو البنت بس تزوج، ملي كتلقى داك الزوج خاصها تبان له بأحسن صورة، ما كتبينلهاش ما كتبينلوش شكون هي، شنو كتبغي شنو ما كتبغيش، شنو هو الامور اللي كتقلقها اللي ما كتقلقهاش. ولهذا كتبقى مسايره داك الرجل لانك يقول لها خصك تحافظي على داك العش وخصك ديري وكذا غيره. ولهذا المراه اللي كتكون قويه وعندها يعني ما تقول خصها النهار الاول الزوج ديالها تفهموا شكون هي شكون هي. وكيف كتقول سيمون دو بوفوار انه الا ما كايناش ديمقراطيه في الاسره راه ما يمكنناش نحققوها في المجتمع، ما يمكنش المجتمع انه يتقدم. ولهذا كتلقى المراه شحال من مره كتصبك يقول لها عييتي وهي دارت عشرات الحاجات في النهار، كتقول لا 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 ما كاين، وصوبي لي واحد المسمنات بالخلع واخا ما يكون غير خاطرك، هي ما فيها ما يصوب لا مسمن ولا تكتوكه، ولكن ما كتقولش لا لانه التربيه والموروث الثقافي كيقول لها خصك تحافظي على العش ديالك ودابا عندك الوليد ذاته وراجلك كيف ما كان راجل مزيان مسكين كيجيب القفه وكيجيب لا كيجيب القفه مرحبا به، والراجل خصو يتهلاو فيه ماشي المشكل، ولكن خصو يتهلا حتى هو في المراه، وخاص بعد ذاك التماره ديال الدار خصها تقسم بين الرجل والمراه باش تسهل، وخاص انه يكون التواصل بين المراه والرجل، خص الكلام يتقال. وانا ملي كيسولوني مثلا دابا يعني حتى البنيتات ديال صديقات ديالي كيقول لي تاتا كيفاش ينجح الزواج، كنقول لهم الزواج كينجح بالصدق، ولكن الصدق قولوا شكون نتوما لا ماشي نهار الاول ما تكذبوش حتى نهار، هو هذا. انا ما كنصوبش هادي ما كنديرش هادي ما كنعرفش الهادي ما غتزوجش، ولكن بالطرفه لا بالعكس يمكن لينا نديرو نسهلوا الحياه، يمكن لينا نسهلوا الحياه، ولكن انا كنقول بانه بالفعل كيف قالت الاستاذه نوال كاين بزاف ديال السكات وبزاف ديال الصبر اللي كيجيب الدبر. حنا كنشوف واحد العدد ديال النساء توفاو صغار، علاش؟ لانهم ما عاشوش ما فرحوش من الرجل الدراري قابل كل شيء، الرجل كيكتفي بمهنه وحده كيخدم على برا الا كان كيشتغل وكيجيب القفه وكيقول لك انا دخلت لداري باش نرتاح، ما يمكنلكش ترتاح وانت عندك خمسه ديال الدراري وانت ما خصك لا توكلهم لا تلبسهم بيجامتهم ولا تعشيهم ولا تشوف كي داروا ولا حتى حاجه وانت صافي بركه، حيت المراه ما خدامهش. ولهذا انا كنقول اليوم اللي في المؤسسه ديال الزواج المراه كتجيب حتى الفلوس،
وكتجيب بزاف الحوايج. ولهذا في إطار من التعاون اليوم تنعرف أنا واحد العدد ديال 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 الأسر اللي كان حصل فيهم طلاق واللي الرجل كيبكي بالدموع على مراته وكيقول لك أنا حتى واحد ما عمره ما قال لي بأنني أنا كنت مكرفس عليها، أنا كنت كنسحب راسي كندير مزيان عادي، هذاك هو العادي مزيان. لا ما مزيانش، راه خصك واحد المرأة باقية في الدار تراجع نفسك وتكون طيب وتكون لابق وتكون هذا. بس هنا واحد السؤال هذا شخصي. نعم. انت شخصيه يعني متحرره، انسانه مثقفه، قرات. قرار الزواج بالنسبه للمراه اللي كترفض داك النموذج ديال المراه التقليديه كان سهل بالنسبه لك؟ اولا يعني قرار الزواج بالنسبه لي جاء بمحض الصدفه. يعني انا تلاقيت بالزوج ديالي النهار الاول كيقول يا سلام يلا تعرفنا، ملي كنتلاقاو الاصدقاء ديالنا كيقول لهم سي ما فام، احنا ما كنا زعما ما كاينش اللعب، دخلنا في حنا وتزوجنا والسلام، هذا الحب العظيم وكنا مرفوعين ما كنشوفوا لا ناس ولا يعني هذا الحب اللي كنتمنى الجميع يعيشوا، يعني ذاك الحب اللي هو في واحد الدرجه كيجعلك تقول هذا الانسان هو اللي بغيت في الحياه كامله بغض النظر على المؤسسه بغض النظر على التفاصيل. ما كتفكرش انت في التفاصيل اللي غتجي غدا وتكتوكه والدراري وداك الشيء كله، كتفكر ذاك الساعه هذاك الزوج. ولا كان هذاك الحب متبادل كتكون القمه ديال السعاده، وكنتمنى انا كل انسان في الحياه يعرف هذه السعاده واحد الوقت يصادفها في طريقه. ومن بعد باش يدوم الزواج خاص يكون يعني تعاون، خاص يكون احترام، خاص يكون الحنان، خاص يكون يبقى داك الحويجات كيف كيقولوا يا با دامور سون بروف دامور، واحد الوريضه جات واحد الكلمه تقالات دائما، ماشي وحنا دابا 15 عام ديال الزواج اش المقامين نقول لا، واخا يكون حتى 70 عام ديال الزواج ما يمكنش، باش كيبقى ديك الحنان وكتبقى ديك المحبه وكيبقاو هذوك الشخصين يعني عايشين وما مختلفين ولكن متكاملين ومتحابين، كتبقى ديك المحبه باشكال متنوعه ومستمره وكتجدد بالفعل. استاذة نبيله انت فينا في الدار يعني نقولوا نبيله منيب الام. نعم. انت مرأة تقليديه يعني كتدخلي الكوزينه حتى انت. نعم. كتقومي بالواجبات ديال الام المغربيه العاديه ولا انت هنا يعني كنشوفوك امراه اللي يعني متمرده حتى على هاد ليطاش؟ لا لا انا واحد بيتيت عندي ان ديفو، انا تيعجبني النظام بزاف، تيعجبني النظام ماشي مهووسه بالنظام ولكن تعجبني النظام بزاف. ملي كندخل وانا كنلقى داكشي اللي في الطريق بعدا بين ما غادي نوصل نحط الكارطاب ديالي والصاك ديالي. بطبيعه الحال الكوزينه انا كنظن بان الكوزينه ما يمكنش الانسان يدوز حياته في الكوزينه. شحال هادي كتلقى الامهات من الصباح وهي كطيب الغداء كل الصباح وهي في الكوزينه، في العشيه كتبدا تفكر اش غدير الكوتي للدراري وشنو غدير العشاء. انا دابا يعني هادي سنين مضت كان اللي كان يعاونني في الدار، ولكن يعني الفطور كنفطروا والله اني ناوي ليكم كل واحد كيمشي للخدمه ديالو نهار كامل وكنتعشاو مجموعين. اللي جا الجوع مع الغداء ولا داك الوقت ديالها كيدخل ياخذ شي حاجه ويقضي حاجه، اما باش نبقى انا في الكوزينه كنطيب في الغداء وكنطيب في العشاء وكنطيب في هادشي كنظن بانه مضيعه كبيره ديال الوقت. يمكن الرجال ما يعجبوش الحال، لان 14 قرن والرجال فرحانين مرا كطيب وكدير كل شيء، لا ما يمكنش. واليوم كاينين الناس اللي داروا تجاره من هادشي ديال الماكولات الخفيفه النقيه، انك يمكن لك تمشي تشري حاجه موجوده وتجيبها تاكلها منها نديروا انتعاش الاقتصاد ونعجلوا الاقتصاد ونخدموا، لانه انا كنقرا على الاقل 6 سوايع في اليوم الى 8 سوايع الى اقتدر الحال، بعد ما تنبقى حتى الفجر وانا تنقرا. وفاش نقرا انا غادي نبقى جالسه ساكنه في الكوزينه وجالسه في الميناج؟ هذا الشيء راه ما يمكنش. وتنوصي بحال اللي كنقول للناس اليوم ما عنديش انايا اللي تعاوني في الدار، عندي لا ماشينا لافي، عندي الترموميكس، عندي لا ماشينا لافي لا فيسيل، هادشي وما قل ودل. الماكله راها غير وسيله باش نبقاو عايشين، ماشي هي. اما الحياه راه هي تلعب الرياضه، هي تقرا، هي تطلع، هي تسافر، هي تخرج، تمشي تشارك، تمشي تدخل النقابه، تدخل الحزب، دير شي حاجه اللي تفيد بها الناس. بقى مقابل غير راسك انت تاكل غتولي فيك طون ونص، خاصك عاوتاني العلاج وهادشي كله. لاش لا خصوصا هذا الميساج في رمضان فين كيكثروا يعني المشاكل. واخا استاذه نبيله هضرنا على نبيله منيب الزوجه وكيفاش الكونسيبسيون ديالها للزواج، حنا بغيت نهضر فعلا وبغيت نكتشف نبيله منيب الام. نعم. انت كأم بصراحه. نعم. ما كرهتش نعرف شنو هو احسن صفه فيك كأم وشنو هو اكبر ديفو فيك كأم. هو في الحقيقه كنظن بانه الام بالنسبه للابناء ديالها هذاك هو لو بوان فابل ديالها. يعني انا ولادي ما يمكن لي نرفض لهم حتى شي حاجه، بيان سور كنكون دائما كنوضع الاطارات وكنفسر وكنوضح وداك الشيء، ولكن انا السعاده ديالي هي نشوف ولادي يعني فرحانين وسعداء. الحاجه اللي غادي تسعدهم غادي نمشي نجري نعملها يعني بالامكانيات المتاحه، وماشي دائما الامور ماديه، ماشي مادي بالعكس. انا وليداتي بعدا ما ربيتهمش على ما هو مادي،
كتلقاهم مدام كنا كنقول لهم غنمشيو للخيريه نصدقوا شي حاجه كيجمعوا حوايجهم كلهم كيقول لكم مشيو نديوهم ما كاين باس وباقيين الان هكذاك دايرين. ولهذا يعني الكلام الحنان العطف الرعايه تصوب لهم شي حاجه كتعجبهم تفرح بهم تقول لهم كلمات تخرجهم دير لهم شي حاجه ولا تقابل لهم وليداتهم حتى دابا فهمتي كتقابلي وليدات ديال البنيت ديالك هذيك بالنسبه لي فرحه مضاعفه اوكاري كيف كنقولوا الحمد لله. لانه انا كيف كنقول الوالده ديالي من توفات كنت انا مازال ما تزوجتش دونك ما شافتنيش غادي نتزوج وما شافتش وليداتي انا دابا زوجت بنيتاتي وكنشوف بنيتاتهم ايوا راه هذا اكثر ما يمكن لي نطلب الله سبحانه وتعالى الحمد لله. ولهذا يعني خاص الانسان تكون عنده شي نعمه يعرفها وانا كنعرفها واخا كتكون عندي الخدمه وكيكون عندي 100,000 حاجه الا خاصني نقابلهم كنزل داكشي اللي فيديو كنقابلهم داكشي بيد ما ينعسوا ونعاود نهز كتيباتي ونخدم وداكشي بفرح الحمد لله حيت الحاجه كل حاجه حتى الحاجه اللي فيها شويه تعب الانسان خصو يكون يخدم مع راسه بذكاء باش حتى حاجه ما تجي صعيبه وحتى حاجه ما تاثر عليه باش كل حاجه تكون فرح وطاقه جديده باش يتزود بها. واكبر عيوبك كأم؟ اكبر عيوب كأم ربما هو واحد الوقت الغياب لانه المسؤوليات السياسيه هذا هالندوات كذا كتلقاني كنمشي وليداتي كانوا مازالين صغار كنمشي لمدن بعيده كنخاطر براسي بعض المرات كنمشي بالسياره نمشي حتى لاكادير في الليل لان لا غد عندي ندوى وكذا من هنا ما كنفكرش انا في الاخطار وداك الشيء كنفكر بانه هذه مسؤوليه خصني نقوم بها ونعملها ونجي وكنخلي بنيتاتي ربما ديك الساعه كانوا محتاجين اللي راجع معاهم كاين الاب ديالهم بالفعل ولكن الدور ديال الام كيف قلنا في الأسر ديالنا كيبقى أساسي ومحور خصو يشوفوك خصك تكون قريب خصك وكنحاول في الوقت اللي كنكون كنجي كنحاول نعوض هذاك الوقت اللي كنت غايبة فيه الغياب. نعم أستاذة نبيلة آخر سؤال قبل ما نسدو فقرة سهم القلب هو الأبناء التربية ديالهم أكيد هي مسؤولية نعم. كبيرة ويمكن إلا كانت أصعب حاجة في هذا العالم غيتفقوا معي الآباء هي أنك تربي طفل بالفعل. إلا قلت لك أعطيني ثلاثة ديال الصفات اللي كنت حريصة أنك تربيها في وليداتك اللي ما يمكنلكيش تنازلي عليهم يعني كصفة في الأبناء ديالك. وهو في الحقيقة واحد العدد الصفات ولكن إلا بغينا نأكدوا على ولا نركزوا على الصفات الأساسية أولا التواضع ثانيا الاستقامة وثالثا حب العلم باش ما يبقاوش متخلفين. ملي كنقولوا التواضع يعني فيها حب الآخر والاستقامة فيها المسؤولية وفيها يعني أنك العمل ديالك ديرو بجدية. وليداتي الحمد لله فيهم هذه الصفات وفيهم صفات أخرى لأنه راه يمكن لك تبقى تقول وليداتك خصك تعمل خصك تفعل كنظن بأنه القوة ديال النموذج أقوى من حتى القانون. خصهم يشوفوك أنت مستقيم خصك يشوفوك أنت متواضع خصك يشوفوك أنت كتهز الكتاب وكتشوف لي دوكيومونتير وكتطلع وكتكتب وكتدير راه خاص الاباء يديروا هاد المساله ديال بانهم يجسدوا داكشي اللي بغاو يشوفوه في وليداتهم من بعد. وهذا الشيء لانه استثمار في الاطفال خصوصا كيكونوا صغار. انا كنتكلم على فيروس القراءه راه خص يقبطوه الدراري صغار وانا كنقراو وليداتنا وانا كنت كنخلصهم 5 درهم على الصفحه في واحد لاتيغليق وكنعاود نقبط نفس الفلوس كنعاود نخلصهم منهم غدا باش يبقاو يقراو وخا هكاك ما كيعجبوهمش الفلوس وما غير هذيك اللي هابطه ولكن كيقراو صفحه كتقول نعاود نقرا ماما صفحه ثانيه حتى ولو كيقراو بوحدهم. خاص شويه الانسان ديال المثابره هادشي فيه تعب ولكن هذا كنسميه انا استثمار في الاطفال لانه ولينا في عالم انهارت فيه القيم عالم ولا ديال التفاهه عالم ولا ديال الماديات عالم ولا ديال الناس اللي هما فيه الوصوليه واحد ما عنده لا ديبلوم ولا كيولي يبغي ما عرف فين يوصل وما تيعرف ما يعمل. ولهذا انا كنقول بانه نرجعوا للاسس والاسس ما يمكن لا تكون الا في التواضع في التضامن في التحمل ديال المسؤوليه وفي الحب الاخر وفي الحب ديال العلم. شكرا استاذه نبيله بارك الله فيك. تلينا الفقره الثانيه اللي هي سهم القلب فقط ما كرهتش نزيد نسمع حيت تجربتك الانسانيه لا تقل يعني قيمه من تجربتك السياسيه والمهنيه. شكرا. ولكن دابا غادي ندوزوا للفقره الثالثه. نعم. دابا وجدي لي راسك استاذه نبيله مرحبا يلا دابا التهم دابا ندخلوا للمجال المهني وغادي نسمعوا ما يقال على الاستاذه نبيله منيب وطبعا لها حق الرد في الفقره الثالثه. استاذه نبيله انت حاليا
أول أمينة عامة الحزب مغربي. أصلا وصولك الأمانة العامة كان في حد ذاته يعني سوربريز والمفاجأة لأن ما معودينش أن احنا في المغرب أصلا العمل السياسي عموما هو حكر على الرجل باش تكون مرأة وماشي فقط فاعلة سياسية ولكن أمينة العامة. أكيد جلب لك هالشي بزاف ديال الإعجاب من عند البعض وبزاف ديال الانتقادات من بعض يعني البعض الآخر. نعم غادي تقبلي يعني التهم أو ما يقال عنك أستاذة نبيلة؟ بصدرنا شبح رحب. واسعة بزاف يلا مرحبا يلا غادي نبدأ بأول تهمة وهي في الحقيقة غادي تاخدي فيها الدفاع على اليسار عموما. نعم يقال أستاذة نبيلة أن اليسار حاليا مات عالميا مش فقط في المغرب وأنه لم يتبقى منه سوى الذكريات. أولا بالفعل اليسار العالمي تراجع بزاف خصوصا منذ انهيار جدار برلين واللي كانت مؤامرة واستعملت فيها حتى يعني الحركات الإسلامية. اليوم راه بريجينسكي كيقول بأنه هو يعني أجج النعرات هذا في العالم العربي والإسلامي باش يضرب بهم هو يعني الإمبريالية الأمريكية تضرب بهم روسيا وتضعفها وكذا. ولهذا وصلنا في ذيك المرحلة ديال نهاية الثمانينات بداية التسعينات انهيار جدار برلين ولينا في العالم أحادية قطبية وحدة كترأسها الولايات المتحدة الأمريكية والنظام ديالها الباتريمونيالي اللي هو كيأمن بالربح وبالسوق ماشي بالتوزيع العادل للثروات ولا التضامن. ولهذا بالفعل داك الساعة اليسار تراجع بزاف في العالم تراجع عالميا لأن هذا فكر كوني مبني على أش تحرر الإنسان من استغلال الإنسان لأخوه الإنسان. فكر كوني يدعو إلى التضامن وإلى الأخوة الإنسانية. فكر كوني يؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل. فكر كوني يؤمن بالعدالة الاجتماعية. شنو هي العدالة الاجتماعية؟ نحن خدامين ولكن خصنا نجمعوا يعني الدولة كتكلف بإعادة التوزيع. توجد المدرسة بالمجان، توجد الصحة بالمجان، توجد الطريق، توجد السكن اللائق، توجد الشغل للجميع باش كل شيء يعيش في سعادة. اليوم راه ملي كيسولوا الناس في الشعوب المتقدمة ماشي كيقولوا لهم شنو خصكم، كيقولوا واش نتوما كتشعروا بالسعادة. يعني لأن الدولة راه موجودة باش تسعد الناس. اليسار تراجع ولكن يعني اليسار حتى في بلادنا اليسار كان عنده واحد الدور فعال كبير. معارضة يسارية مهمة جدا في البلاد ديالنا وطلبت بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودارت قدمات تضحيات جسام ودوزنا سنوات الجمر والرصاص وكل شيء. ولكن من بعد انهيار جدار برلين اليسار تراجع في العالم كله تراجع حتى عندنا. مناسبة استغلتها الأنظمة باش تزيد تضرب في اليسار واليسار أصبح مبلقنا مقسم وهذا التقسيم ديالو أعطانا مدارس متعددة مختلفة. اليوم كاينة حاجة اليسار علاش؟ لأن هذا النظام الأحادي ما حققش لنا العدالة الاجتماعية، ما حققش لنا صيانة الكرامة الإنسانية، بل بالعكس كنلقاو في دول متقدمة اللي فيها الديمقراطية الناس ناعسة في الشوارع، الناس ضايعة، ما كيلقاوش كيفاش يتداووا لأنه كل شيء ولا تسليع، تسليع ديال الصحة، تسليع ديال التعليم، تسليع ديال كل حاجة، عندك الفلوس غادي تعيش، ما عندكش غادي تموت، ما بقاش داك التضامن الاجتماعي بحال اللي كان في دول في أوروبا وغيرها. وحنا هنايا في المغرب يعني اليسار المغربي حتى هو أدى الثمن ديال التضحيات وعانى ولقى راسو مشتت وضعيف ودار تجربات ديال التجميع وديال هذا. اليوم حنايا في تجربة جديدة اللي هي كنقولوا بأن اليسار المغربي هو اللي حامل الصوت ديال هذه الحركات الاجتماعية اللي كاينة اليوم. راكم شفتوهم في جميع المدن اللي خاصته شي حاجة ولا مضرور. اليوم الغلاء ديال المعيشة، اليوم الدواء غالي، اليوم السبيطار ما تقدرش توصل ليه في جميع الجهات ديال الوطن لأن كاين جهات اللي هي مهمشة. ولهذا اليسار اش كيقول اليوم في المغرب؟ احنا محتاجين الديمقراطية، احنا محتاجين وتتعرفوا بأن الديمقراطية هي صمام الأمان باش بلادنا تبقى محصنة، حتى واحد ما يجي ياخذنا خيراتنا، حتى شي واحد ما يجي يتحكم فينا. خصنا الديمقراطيه، ثم خصنا نحترموا الحقوق والحريات بالنسبه للجميع، وخصنا نهضوا بكل جهات الوطن. حنا عندنا 12 جهه، عندنا بعض الجهات اللي هي متقدمه، عندنا جهات مهمشه ما فيها لا سبيطار لا سي اش لا مطار لا هذا الشيء، خصو تنميه. ولهذا اليسار هذا هو مشروعه. وحنا اليوم تنظن بانه حنا كحزب شراكي موحد اليوم يمكن الحزب اليساري اللي في المقدمه اللي كيطالب بهذا المشروع التغييري المجتمعي اللي غادي يكون فيه الخير للمغاربه كاملين اللي غادي تكون فيه. نعم اسمحي لي هنا، علاش كنشوفوا ان مثلا اعداد المنخرطين في الحزب ديالكم في تراجع؟ لا ماشي في تراجع، حنا بحال دابا داك الاقبال اللي كان على الحزب اليساريه وعلى الفكر اليساري يعني لان الناس شافت وتخدلات باليساري بواحد العدد ديال السياسيين
حنا اليسار في المغرب راه ما حكمش، راه نهار بغى يحكم زعما واحد نص حكمه يعني محكوم فيه في التجربه التناوب التوافق، يحطوا معاه حتى الاحزاب الاداريه، وما كاينش الفصل ديال السلطات باش يمكن له يطبق برنامج. قال ان داك التجربه كانت فاشله، تجربه فاشله واخا دارت فيها بعد نهايه اليسار، لان استدرج اليسار باش يتم القضاء عليه، وحتى حنا كنا غاديين في واحد التجربه وحداويه باش يقضيوا على اليسار ويردونا، كنا يمين، فحنايا كحزب شريك واحد قاومنا باش نبقاو، باش يبقى الفكر اليساري ومشروع اليساري البديل يبقى من دابا 50 عام ويتقوى. لان اليوم ملي كنشوفوا الفوارق الاجتماعيه والمجاليه، ملي كنشوفوا الدائره ديال الفقر، وهادشي راه كتكلم عليه المندوبيه الساميه للتخطيط، كيتكلم عليه المجلس على الحسابات، ملي كنشوفوا هادشي الجواب لا يمكن ان يكون الا يسارا، لان اليسار كيقول لك خصنا نجمعوا ونوزعوا توزيع عادل. اليوم كتلقى كتاب بحال توما بيكيتي اللي كتب الكابيتال في القرن 21 والكابيتال والايديولوجيا، وكتب اليوم كتاب كيقول فيه الله يخليكم سريعا طبقوا المشروع اليساري باش نقلصوا من الفوارق، لان الناس قهرات، الفقر كثير، المشكله ديال الامن الغذائي، الامن الاستراتيجي، الناس ما بقاش عارفه كيفاش تعيش بكرامه في العالم وحتى في الدول. نضال طويل ونضال يحتاج يستحق. يقال ان حاليا اليسار المغربي فيه فقط الناس القدام اللي بقوا فيه، الاوفياء اللي فيه دال. لا واش بصح الشباب عندهم اصلا كاين عزوف سياسي على جميع الاحزاب ماشي فقط اليسار، ولكن اليسار فعلا حاليا، وجاوبيني بصراحه استاذ، لا بصراحه فعلا ما عندكمش الشباب جداد كينخرطوا، ما عندكمش كفاءات شابه. اسمح لي، دابا اللي كاين هو انه الشباب كيجي وكينخرط بواحد الوعي وبواحد القوه، ولكن كيلقى البلاد كينخرها الفساد. واش حنا درنا انتخابات يعني صنفت من قبل واحد المكتب ديال الدراسات مستقل أشرف وأنظف حملة من جهة الحركة 20 فبراير اللي كانت يعني ربيع العربي، نخرطوا معنا واحد العداد ديال الشباب والشابات متألقين متميزين، من اللي عاوتاني في انتخابات 2015-2016 نضموا لنا 5000 ديال الشباب، حتى شي حزب يقد يقول دخل معاه جوج ولا ثلاثة الشباب، وحنا 5000 جاو في مرة، وجات رسالة جاتنا للحزب يعني فيها موقعين فيها 100 ديال الشخصيات وطنية تساندنا في مشروعنا، لأنه مشروع قوي وفيه الشجاعة وفيه التبصر وفيه الخير للبلاد ولهذا الشعب هذا. وحنا اللي قدمنا غير الدكاترة وغير مالي الماجستير وغير الناس اللي دوزات على كلمة ديمقراطية 20 عام في الحبس واللي دوزوا الدبلومات ديالهم في الحبس، علاش؟ من أجل أن يعيش الوطن. كنقدموا هاد الناس ما تنجحوش على المغاربة حومق، واش غادي نديرو؟ كي غادي نديرو حنا باش نطلعوا؟ لان خصنا باش نكونوا معارضه قويه، خصنا نكونوا. وهذا الشيء من الشباب غادي يشوف بانه اجتهد واجتمع ومشى دار الندوات في خريبقه وفي انزكان وفي اكدز وفي الرشيديه وفي هذه نجح، ملي كيشوف راسه نجح كيزيد يتشجع. اما ملي كتشوف انت مناضل ولا مناضله بحال هذا الشيء لانه نزيه ومتميز وقاري وفاهم وكيتقدم انتخابات وما كينجحش وكينجحوا البزنسه، معلوم كيزيد العزوف. ولهذا ماشي الحين عندكم ازمه شباب في الحزب؟ لا، احنا عندنا القطاع الشبابي ديالنا متميز جدا، عندنا قطاع ديال حركه الشبيبه الديمقراطيه التقدميه اللي هو متقدم وكيساهم، الشباب متقف في الوقت اللي الثقافه ضاعت، الشباب مخلق في الوقت اللي الاخلاق يعني اندثرت. لا بالعكس، عندنا شباب وعندنا نسبه ديال الشباب 30% في المكتب السياسي، عندنا الشباب تخيل معايا المكتب السياسي دابا فيه 19، عندنا 6 ديال الشباب من خيرات الشباب يعني والعمل ديالهم متميز، يعني تثقوا فيهم وتشوفوهم مستقبلا، هما اللي غدا المستقبل. حنا راه مقبلين على المؤتمر ديالنا هذه السنه ان شاء الله في شهر 10، وغادي يجي الشباب هما اللي غادي يتحملوا المسؤوليه الى جانب. حنا ماشي كنقولوا الشيوخ معنا ما نديروا بهم ولا الكبار، لا بالعكس، اللي مازال قادر يعطي شي حاجه مرحبا به، ولكن الشباب لهم كامل يعني المكانه. ولكن راه خاصنا الثوره باش نديروا ثوره ديمقراطيه في البلاد، ملي غتكون ديمقراطيه واحترام الحقوق والحريات راه غادي تشوف بانه الاحزاب غادي يدخلوا ليها الناس نزهاء. اليوم واحد العدد الناس الشرفاء مثقفون هربانين من الاحزاب، كيقول لك علاش غادي نجي؟ الثقه استاذ نبيل اكيد كيدي الناس فقدوا الثقه، ولهذا كنقولوا راه خصنا نديروا تعاقد اجتماعي اليوم جديد، خصنا اليوم انفراج وانفتاح سياسي في البلاد، خصنا نديروا قطائع ما بعد الاختيارات وصلتنا لهذا الفقر وصلتنا لهذه المصائب، خصنا نحبسوها
وخصنا باش نرجعوا الثقه لوجوه السياسيه باش وحدين راه ممنوعين ممنوعين من من من, من هذا ما خصهمش يكونوا راه ما يمكنش كتشوفهم كتتصب بالاحباط. انا راني في البرلمان كنشوف شي وحدين كنبقى نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانت ما قدوك الفلوس اللي سقتي، ما قدوك الملفات اللي امام المحاكم، ما قدوك الرشاوي، ما قدوك الفساد، ما قدوك تحملتي مسؤوليه في مدن عرقلتوا المسيره ديال التقدم ديالها. انا غير نهب نهب لان نهار في بلادنا غتكون استراتيجيه ديال محاربه الفساد ما يبقاش بحال هاد بنادم. نساء ورجالا مع كل الاسف كنلقاهم تيترأسوا مدن وداكشي، كل واحد كيفكر غير ما يدير في جيابه وكيسخروا المؤسسات ديال البلاد باش يتغناو. وجاونا هادو دابا اليوم حيدوا هذاك اللي سميتو محاكمه ولا محاسبه الاتراء الفاحش. من اين لك هذا؟ واش انت جالس كنتي ما تكسب ما تعلم ما عندك حتى باش تشري ساندويتش ب 400 ريال دابا عندك وزينات كي درتي ليها؟ فينا هي المحاسبه؟ راه هادشي اللي خاصنا. الشباب ملي غيشوف المحاسبه كنظن غادي يدخل السياسه ويفرح ويدير السياسه بنبلها وباخلاقها. حنا اليوم كندير السياسه بلا اخلاق. حنا كيسار كنديروا السياسه بالاخلاق كنتعاقبوا. التهمه المواليه. نعم. قلتي كديري السياسه باخلاق استاذه نبيله، التهمه اللي كتلاحقك كشخص. نعم. استاذه نبيله تتهمين بانك تمارسين السلطويه داخل الحزب وانك شخصيه ديكتاتوريه. لا ابدا، حنا بعدا عندنا التدبير الجماعي. وثانيا ما عندناش حنايا شي واحد اللي كيقول هاد السيده او هاد السيد غادي يديروه امين عام، راه الناس كيصوتوا. يعني انا صوتوا عليا في المرحله الاولى وعملت العمل اللي قديت عليه لاني كنعرف شنو هي قيمه المسؤوليه والجسامه ديال المسؤوليه. ملي جينا المره الثانيه عندهم الحق ندوز مره ثانيه ولا ما ندوش، صوتوا عليا اكثر من 90% باش نكون مره ثانيه. المكتب السياسي عندي الحق نقترح جدول الاعمال، ولا عندهم شي نقطه مرحبا. ولكن اللي كان هو انه كانوا معنا واحد الناس اللي هما دابا انفصلوا علينا، انه كنت بحال دابا كنحملهم مسؤوليه في اطار توزيع المهام. غادي نكلفك انت كتفهم شويه في مجال معين، تكلف مثلا بالبيئه، الا ما عملتي والو في البيئه انا غادي نبقى بلا بيئه؟ لا، كندير مجموعه كتشتغل وكنخدموا في البيئه وكنوجدوا الورقات البيئه. هنا كلفناك بالاعلام، ما بغيتيش تخدم في الاعلام كنجيب واحد. حيت كانوا معنا شي وحدين ما عرفتش شكون اللي صيفطهم لينا في الحقيقه، لانهم بغاو يبلوكيو لينا الحزب اللي هو حزب مناضل. حتى حاجه ما تدار، كيقول لك ارى لي ندير باش ما تدارش هذيك الحاجه، باش ما تدارش. ولكن حنا هكذاك. حتى مثلا الى كلفت شي واحد باش يوجد لي ندوه حول فين وصلت حقوق الانسان في المغرب، ما وجدهاش، ما وجدهاليش، كيلقاني انا راه جالسه كنوجد. انا ما عمرني ما كنعول على شي واحد، كنعول على راسي. هذه ربما سي تان ديفو. علاش؟ لانه في المغرب كله عندنا مشكل ديال الميثودولوجي دو ترافاي، استراتيجيه العمل. ما كتلقى شي واحد كيخدم هز معاك هذه دي معاك هذه زيد يلاه، والاخر كيتفرج فيك يربع يديه وراه عنده مؤهلات ويمكن له يشتغل حتى هو. حنا ما كنعرفوش نقسمو، كاين مسؤوليات مقسمه. انا كان الامل ديالي هو انه في الحزب ديالنا يكون الكاتب العام ديال التعليم، الكاتب العام ديال البيئه، الكاتب العام ديال المساواه، الكاتب العام ديال الصحه، الكاتب العام ديال النقل، الكاتب العام ديال الطرق، كل حاجه، باش يكونوا عندنا ناس مختصين وما تيفهموا في كل شيء ولكن مختصين. ملي كتبغي ملف كيحطوه لك. انا شحال من مره كنمشي لندوه دوليه ولما لقيت شي حاجه موجوده خصني نوجدها لراسي. مثلا القضيه ديال الصحراء، قضيه الصحراء حنا قدام الحزب كاين المركز ديال سي بن سعيد اي تي دي اللي هو المؤسس ديال الحزب ديالنا. هذا المركز مركز الابحاث والدراسات كيشتغل مع باحثين من المغرب ومن خارج المغرب. العدد ديال الاصدارات ديالو لا تتصور، ولكن المغاربه ما عارفينهاش. واحد العدد الكتب ملي كنبغيو نخدموا على الصحراء كنخدم معاهم، كندي معايا اخر ما كاين، لان كاين تما علماء وخبراء كيشتغلوا دائما على الملف وعارفين المستجدات، باش انا ملي كيعطوني الحاجه كتكون عندي موجوده. اليوم خصنا نمشيو لهذا التخصص في الحزب، والمؤتمر ديالنا كنتمناو غنطبقوا في هذا الشيء، يكون رجل او امراه الماء، لان الماء اشكاليه كبيره مطروحه في البلاد. كاين امراه او رجل ديال الفلاحه والمجال الصناعي ايضا، باش يكون عندنا هذا الشيء مختلف. عندنا قطاعات الا عطيتيهم شي مهمه لشي يعني عضو في الحزب يقال انك صارمه في العقاب. انا ما كنعاقب، شكون كنت كنعاقب؟ ما غادي يبقى عندي حتى شي واحد مفلس في الحزب. عندنا شي وحدين بالحقيقه الله يهديهم وكيسبوا شي شكل، ولكن ورثوا لينا شي اخلاق من هذوك الناس اللي مشاو. لان حنا يا هذه المدرسه ديال اللي دخلت ليها انا يعني وكنت مازال شابه، مدرسه ديال الاخلاق العاليه، وكل واحد كيتحمل مسؤوليته
وكان نخضعوا المسألة الرفاقية، ماشي احنا عندنا شي واحد هز شي حاجة غادي يضربنا بها، بالعكس لأننا كنشتغلوا كنا متطوعين ما مخلصينش على هادشي من أجل الوطن باش تقدم الأمور يتقدم هاد الشعب. ولكن يعني اليوم بالعكس يعني ما كاينش هاد الصرامة وهاد احنا القانون أحياناً. مثلا إذا كان شي واحد دار شي حاجة اللي هي خارج القانون وكذا، الفرع اللي هو كينتمي ليه هو اللي كيعاقبه وتيجي لعندنا احنا كمكتب سياسي باش نقولوا له إياه. ايضا الا كان عضو ديال مجلس وطني اللي هو البرلمان ديال الحزب، مجلس وطني هو اللي كيعاقبه. انا ما عندي حتى شي سلطه على اي مناضل او مناضله باش ندخل هذا او نخرج هذا أو بالعكس ابدا. وقعوا يعني بعض الشخصيات اللي كانوا وجوه معروفه في الحزب ديالكم انفصلوا على الحزب، وهذه كانت يعني كل اعتبر انها نقطه ضعف. نعم. لان كانوا من القيادات المحترمه، مثلا نقولوا سد عمر بلافريش يعني مش شخصية المحترمة واللي نعم. كانت عنده مصداقية وكان نعم. شاب وكان يعني مصدر ثقة. عمر بلافريج اختار أن يغادر سفينة الحزب والسياسة في الوقت فقط. الذي أنا كنت أعطف عليه كثيرا وأحترمه وأقدره، كنت كنشوف فيه القيادة المستقبلية ديال الحزب. بالعكس عمر بلافريج ربما كان عنده واحد الأصدقاء اللي ما كانوش كينصحوه بالطريقة اللي هي جيدة، وهذوك الناس كانوا عندهم لا تحركهم داك العاطفة بالنبل ديالها أن نتعاونوا، لا هما تيشوفوا النجاح خصهم يسقطوا داك الإنسان اللي هو ناجح. وفي الحقيقة أنا صمت بزاف وعانيت بزاف من بعض الناس من اللي هما يعني ما كانش عندهم داك النبل ديال الأخلاق ولا ديال التعامل. وفي آخر المطاف شنو وقع؟ أنه كان هاد الناس بغاو يجرونا لواحد المنحة يميني ديال الحزب، احنا كنامنوا بان المنحة اليساري احنا محتاجين ليه، ولهذا افترقت بين السبل، كل واحد مشى عمل طريقه. تنظر اليوم مع عمر بلافريج ما بقاش في السياسه تماما للاسف، في الحين انه في الوقت فاش طلع عمر بلافريج نجح الحزب كله تاهب بامينته العامه وقيادته وبمناضلته ومناضلي شبابه كل شيء وقف باش عمر بلافريج. كنا كنشوفوا فيه واحد النموذج ممتاز، هو واحد المجموعه ديال الشابات والشباب اللي هما طلعوا كانوا تسعود اللي نجحوا في الجامعه ديال اكدال وطلع هو البرلمان، يعني رجل متميز ولكن اختار طريقه. انا احترم الناس وانا نهار غادي نختار طريق كيف ما بغيت، نبغي الناس يحترموا ذاك الاختيار ديالي. ما حاولتيش تبدلي له الراي ديالو ولا تقنعيه بالعكس ولا يعني تلاقينا شحال مره، ولكن هو كان عنده قناعة بأنه هذاك التوجه بأنه الاعتدال وكذا هو اللي غادي يجعلنا نتقدموا. وأنا كان عندي يعني تقدير آخر، ماشي أنا، الحزب كله بقى، حين ثم كانوا حاولوا وحدين يحاولوا قاعد يفجروا لنا الحزب بقى وقف على رجليه، لأنه أنا كنت كنتكلم بلسانهم اللي كانوا كيقولوا لي ولكن أستاذة خذي هذا الموقف. كنقول لهم إلا قال لي المجلس الوطني ناخذ هذا الموقف انا غناخذه، انا لا غير كنصرف هذا الشيء، يعني اكثر ديمقراطيه من هذا الشيء ما كاينش. عمري ما لعبت لهم ديك القياده، بالعكس حيت القدسيه على القياده، ما كاين لا اللي كيهز ليا شكارتي ولا اللي كيتسناني ولا والو، كنمشي ندير ندوه كنمشي بوحدي في سيارتي ونجي. بالعكس سهلت عليهم، حتى دابا الشباب ديالنا كلهم كيبان له بانه يوصلوا الامانه العامه شي حاجه اللي هي عادي. استاذ نشاهدوا واحد الفيديو ونعطيك من بعد التهمه. مرحبا. نشاهد واش دابا واش حنا بهاد الظروف وانت دابا العلاقات الرضائيه واش دابا الرضائيه دابا الرضائيه شنو علاش كتقلب لا لا اسمع هذا مقتطف من والله ما عرفت شنو نسميه، واش انترفيو ولا إخرجة اعلاميه سموها البعض معاطيه سياسيه بين النخبه. سيده نبيله، هذا هو النموذج السياسيين اللي كيتقدم للشباب؟ يعني هي معاطيه جوج ديال الجمل فيها بزاف ديال حشيه الهضره وفيها بزاف ديال امام اعين الكاميرات وامام السياسي المغربي. السياسي المغربي السياسي المغربي المشارك في الحكومات، يعني خاصنا نديروا الفرق، هادو اللي كيشاركوا في الحكومات الاغلبيه مع كل الاسف ما كيقدروش هذيك المسؤوليه ديالهم، لان هذيك المسؤوليه راه كتجعلهم انهم يحترموا راسهم ويحترموا هذاك الشعب. انا كنظن ذاك المثل الفرنسي اللي كيقول لابي نو في با لو موان، هادو ديالنا تيسحبوا لابي في لو موان، غير صافي كيتسمى وزير ولا تيحكم بالريشه وراه غادي يبدا يقول لي كان وغادي تدوز، في حين المغاربه راهم واعيين وتيتبعوا. واليوم وسائل التواصل الاجتماعي ولات اداه
تصحيح المعلومه وتتبع الامور، شنو تسناوش حنايا شي واحد غادي يقول لك ناطق رسمي غير ينطق لينا؟ حنا راه فهمناش كاين، لانك الناطق غادي يكتب لي واحد نص ورقه وغادي ينطق بحال ما نطقش، هادشي اللي كاين. هاد الناس هادو انا بالنسبه ليا كان واحد العدد الخرجات ما كان لها ان تكون، انا بالنسبه ليا خرجات غير موفقه كان خصها تتبعها الاستقاله. حنا راه ماشي لاعبين هنايا، هذا راه شعب يا ان هذا شعب، راه في جائحه كوفيد بان 23 مليون المغاربه خصهم الاعانه، اذا خصهم حكومه مسؤوله كتخدم على تحقيق العداله الاجتماعيه وانها تهز الناس ما تخلي حتى واحد طايح. هاد الناس في الحقيقه بهذا الشيء ديالهم ما خلاوش الناس يحترموا، ولهذا تنظن انا الاوان مع هذا العالم اللي كيتغير اليوم انه بلادنا كتستحق اليوم تكون فيها الديمقراطيه، بلادنا كتستحق فيها انه اخيارنا هو اللي يكون في الحكومه، هو اللي يكون في البرلمان، هو اللي يكون كيسير المجالس، ماشي البزناسه والسيده مراسة مجلس ولا اخر مجلس، انا كيدوزوا صحابهم للصفقات بالملايير والمدينه تاين خدمه وحده ما خلقوهاش فرصه شغل. علاش هذا الشيء؟ وهذا الشيء راه باين والناس نددات بهذا الشيء، ماشي غير ديروا لنا الرقم الاخضر باش نقول لكم هذا دار، الا عيطتي لهم قلت لهم فلان راه خذ الرشوه خذ هذا كيقبطوك انت. بلادنا تستحق ما هو احسن، بلاد ديال العلماء يعني وديال ديال ديال الفلاسفه وديال السياسيين الكبار اللي ضحاو، الناس خلات وليداتها وخلات هذا من اجل الحلم ديال المغرب وديال المغرب الديمقراطي وديال العداله بالمفهوم ديالها الشامل. فين هو الاصلاح ديال العداله؟ فين هذا الشيء؟ على ذكر العداله، تبعتي الازمه ديال السي وهبي او وزاره العدل مع المحامين ومع ما وقع في ذاك المباراه؟ استاذ نبيل ما يعني ما سمعتلكش شي موقف صريح في هذا الباب. اولا انا استقبلت المجموعه ديال المحامون اللي تم الاسقاط ديالهم، لانه كان انا متفق معهم تم الاسقاط ديالهم، لان ملي كدير مباراه كدوز في عده مراكز، وحدين كيبداو في 9 وحدين في 10، هذوك هما اللي 10 غادي توصلهم الاسئله، وملي كدير في المباراه واحد من هذوك اللي حطوا الاسئله تا هو كيدوز الامتحان وكينجح، وملي كدير في المباراه 5 و6 من نفس العائله ديال الوزير الفلاني والمسؤول الفلاني وكذا من هنايا، راه عيب وعار. هذا الشيء كيضعف الدوله ديالنا. علاش اليوم عندنا الافتراس؟ واحد العدد ديال الناس جايين للمغرب كيقول لك هنا، بحال اللي قال واحد السفير كان جا للمغرب قال لك انا جيت للمغرب لقيت راسي بحال داك الطفل في وسط واحد المتجر ديال اللعاب السيبا. اذا ملي كدير لهم انا ما ديش بحال هكا، علاش ما يتعاودش الامتحان؟ كانت فيه اختلالات، وعلاش دير لهم كسام؟ غدا غادي يترافعوا بالكسام؟ ماشي هذا الشيء اللي كيدار. اي مهنه كيبخصوها، اي مهنه كيخصوها ليهم هما. انا طالبت وطرحت سؤال كتابي كان طالب إعادة الامتحان، استقبلت المحامون، أزرتهم، طلبت منهم يحبسوا الإضراب عن الطعام، لأن علاش يموتوا هما؟ ما يمكنش يموتوا الشباب اللي هو متميز وشريف وعنده الحق يعيش. يعني وسمعنا المحاميات في مقتبل العمر مجتهدات متألقات وكيغوتوا تيبكيو، علاش تاخذ لهم بلاصتهم أخويا ولا أنت ولا غيرك؟ هذو خصهم يستقلوا ولا خصهم يتحيدوا من المشهد، وإلا البلاد فين غادي نبيعها هاد الناس؟ انا يعني كنخاف على بلادي، ملي كنشوف بحال هاد الشيء كنزيد كنخاف اكثر على البلاد ديالي، لانها غادي تفتح اكثر الافتراس الاجنبي كيشوفونا حنا هنايا، الناس كتسرق ما كنعاقبوهم، الناس كتدوز ولادها ما كنسالوهم، الناس كتاخذ فلوس البلاد ما كان هذا، واحد جا من زباله للطيفور حال الوزينات ما كنسالوش، واحد كيشري البترول من روسيا بجوج دريال ويبيعوا لنا هنايا والهلا يقلف بابنا، وكيتصنفوا يعني ضمن الناس الاغنى الاغنياء وحنا عندنا افقر الفقراء. ما عمري ما شفت الناس كتدوز قدام فارماسيا قالت لها بنتي حنا الفارماسيان ولينا كندوزوا غير نتفرجوا في الدواء، ما قدوش نشريو ما عندناش الفلوس. الخضره كيضربوا جوج دورات دابا في السوق باش تشوف شنو غادي دير في القفه ديالها. علاش؟ لان هذيك الخبزه اللي ديالت المغرب كلاوها وحدين وخلاو غير الفتات للجميع، وما يمكنش الطبقه المتوسطه هبطات الاخرين تفقروا. كيفاش هنا جبتي واحد الموضوع مهم واحد كما كنقولوا على صفيح ساخن، هو الموضوع ديال المحروقات. وي هذا الموضوع اللي هو طالما مهم كما كنشوفوش يعني فعلا نقاش سياسي حقيقي ولا نضال سياسي حقيقي على هذا الموضوع بالضبط، لان راه هو سبب ديال بزاف ديال المشاكل وحده اخرى. شوف الله يخليك، واش كاين خوف؟ لا ما كاينش الخوف والله، الا كاينين مناضلين. شوفوا الاخ الحسين اليمني اللي هو رئيس ديال النقابه ديال سمير، وما هدر وما تكلم وما غوت وما هدرنا حتى حنا معاه وما غوتنا وما صيفطنا من رسائل وما صيفطنا من عرائض وما عملنا باش يتم عاوتاني التشغيل ديال المصفات ديال لسامير اللي غادي تامن لنا واحد الجانب من الامن الطاقي مع التغيرات ديال الاثمنه في العالم. ما حتى واحد ما سمع لينا. ملي تم التحرير ديال السعر ديال المحروقات في البلاد في الحكومه بن كيران، يعني تلقونا حنا كمغاربه كشعب مغربي تلقونا لواحد 18 عائله.
منها اليوم واحد ربعات العائلات وصلوا اليوم تقريبا ما يفوق 50 مليار ديال الدرهم ربحوها، لأن كيشريو رخيص وكيبيعوا لينا حنا باش ما بغاو. وكيقول لك من التحرير راه باش كل منافسه، هذا يبيع ب 10 هذا ب 7 هذاك مول 10 غادي يضطر يبيع ب 7. لا هما متفقين علينا، تيجلسوا يتعشاو في دار وحده وكيقول له عرفتي انا غادي ندير 16 درهم و01 وانت دير 16.02 والاخر يدير 16.03 باش المغاربه فين ما مشاو يغلقوا نفس الثمن ونربحوا حنايا. تربحوا انتم شنو؟ علاش جاتكم هذا الربحه هذه؟ شنو درتوا تنقيب على البترول ولقيتوه انتم في المغرب؟ لا كتمشيو تشريو. واليوم زوروا اوراق والسيد جاب الاوراق مزوره، حنا بغينا الوكيل الملكي يتحرك ويشوف ديك الاوراق الصحه ديالها، كيفاش هاد الناس يشريو بترول من 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 من, من روسيا رخيص ويبيعوا لنا حتى حنا رخيص ويربحوا؟ علاش هاد الناس الجشع والانتهازيه وهاد الناس تنظن بانهم غرقوا في داك الاموال وداك الملايير حتى ما بقوش حاسين بالشعب؟ يقول لك وراه غادي المغاربه يدبروا راسهم ما كيف ما كان، وخصوصا اننا دوله ماشي ديال القانون، دوله ديال الافلات من العقاب. اللي دار شي زبله عارف راسو سالك منها ما كاين، بس واحد كان في الحبس قال لك ما تمو خرج من تما وخرج. حاجه بحال اللي قالت لي واحد السيده ذاك النهار، قالت لي السيده راه والله لا بزاف هادشي الحمد لله، قالت لي لانه هاد الناس ما غيديوش معاهم داكشي اللي لهيه، وما كون كانوا كيديو معاهم كره قتلونا حنا يديو لينا حتى حوايج ولادنا، لان هادشي راه ما يمكنش. هاد الجشع وهذا انه استعلاء على الشعب والاحتقار ديال الشعب الطبقيه والطبقه المتوسطه، يعني في اندفاع تقريبا. راه جا السيد رجل ممتاز القراوي رئيس مجلس المنافسه، قالوا له شفنا هادشي ديال البترول، قالوا ما جا الناس راه ربحوا فليسات باغاكور تاع السيت، وهادشي راه كيتعاقب عليه العقوبه الكبيره. قالوا خصهم ترجعوا الفلوس، طيروا القراوي والتقرير وجابوا واحد السيد اخر مزيان، ولكن قالوا لي اسكت عافاك ما تخرجش التقرير. وفي نهاية المؤسسات الحكمة اللي درتوا لها الدسارة ديالها اللي غادي تعاون الحكومة، الحكومة محكومة والمؤسسات خايفة، ماشي الشعب اللي خايف، راه هما اللي خايفين. حنا راه كشعب كندويو، والوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل حنا كبرلمانية كنصيفط الأسئلة وكان هذا ما تيجاوبوناش ولا كيجاوبونا خارج الموضوع، خصني ندير لهم أوكسجين نعطيهم صفر على 20 على الجواب اللي كيجاوبوني واللي كاين. ندوزو للتهمة الموالية. زيد غادي نشاهدوا صورة ومن بعد غنعطيك التهمة أستاذ. مرحبا. هذه وحده من اكيد شتي هذه الصوره تداولتها، هذا مهم باش ما نديرولوش اشهار اكثر، صحفي ينتمي لدوله الجزائر بارطاج هذه الصوره اللي خدات تفاعل ودارت القيل والقال. انا التهمه اللي غادي نعطيك استاذه نبيله هي ان الاحزاب السياسيه والفاعلين السياسيين اعطوا مهمه الرد على تفاهات الجزائريين وعلى تفاهات الناس يعني الاعداء الوطن للمؤثرين. اولا اللي خصنا نقولو الجملة المفيدة، الجهل عار. دول متقدمة اليوم غادية للذكاء الرقمي، وهذا الشيء غادي يعطينا احنا تراجع كبير لأننا احنا ما مواكبينش. تطورت في العلوم في التكنولوجيا، خدامة كتأمن الأمن الاستراتيجي من ماء من دواء من غداء من صحة، مواطنات مواطنين ديالها عايشين في الرفاه. ملي كتسولهم كيقول لك احنا سعادة، وحنا مع كل أسف ننصاع لهاد الصراع المفتعل ما بيننا وبين الجزائر. الجزائريين إخوة أشقاء لنا، إحنا ما عندناش مشكل مع الإخوة الجزائريين ولا مع الشعب الجزائري. مشكل تخلق لنا مع فرنسا، فرنسا اللي كانت كتعتبر الجزائر هي واحد التيريتوار فرنسي، من اللي خدينا إحنا الاستقلال ديالنا المنقص طيرت لنا شي طريفات من 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 المغرب الشرقي، لأن بغات هي تحافظ على جزائر كبيرة، خصوصا جهات بالشار فيها الحديد وجهات أخرى فيها لي ريزيرف ديال البترول وديال الغاز وديال وديال وديال، لأن كانت ناوية تبقى في الجزائر. اليوم المغرب كل هاد الدول غادي تشوفي الخريطة، كل هاد الدول المغاربية عندها الصحراء ديالها، حنا بوحدنا ما بغينا ما تكونش عندنا الصحراء ديالنا. علاش؟ لأنه الحكام ديال الجزائر اللي هما عوض أنهم يستثمروا الفلوس ديال البترول ديال الغاز ديال الجزائر اللي هي غنية في الرفاه ديال الشعب الجزائري الذي يستحق كل خير واللي قدم مليون ونص ديال الشهداء، سرقوا الفلوس حتى هي وصفطوها للجنان الضريبيه في ديال السوناتراك، صيفطوها لزيل فياج بريتانيك وكذا. راه مات واحد الجنرال جزائري ولقاو عنده لي زوتيل في 16 افنيو في باريس وفي شانزليزي والدنيا. هذوك المجموعه الاوليغارشيا كليبتوكرات شفاره وتيتحكموا في السياسه، سرقوا فلوس الجزائريين ولقاو هذيك الشماعه اللي هي الصحراء باش دائما يقول لك حنا تندافعوا عن تقرير المصير. فين هو تقرير مصير الشعب الجزائري؟ خممتوا فيه؟ لا.
انا ضد هذا الشيء ديال السبان، وكنناشد المغاربه الله يخليكم، لان وسائل التواصل يمكن لينا نستعملوها كاداه للتطور ديال بلادنا. اذا انت ضد الرد على هذا يقول شكون هذا الحمق هذا اللي صور المغرب بحال هكا غادي ندي انا هذا نفيق الحمق انا بضرب الحجر الكتبها هو انا سوقي فيه. انا كنصور المغرب ديالي غادي حتى للكويره، هذا الشيء انا ما تيهمنيش، وكنقول للمغاربه ما تدابزوش مع خوتكم الجزائريين لان مصيرنا واحد. يعني نخليو بحال التفاهات استاذ نبيله كتجتاح مواقع التواصل يعني لا هو يصور هذيك وانا نصيفط ليه الاخرى مقاده بالرايه ديالي وداك الشيء زوينه ونقول لها ها الشباكيه ديالتنا كي دايره ها البريوات ديالنا دلوز لا بغيتيهم صيفط لها ادريسه نصيفطوا لك بريوات دلوز راه كيحمقوا عليهم الجزائريين والشباكيه. ما كاين باس، انا الجزائر عشت فيها وكنحب الجزائر وكنحب الشعب الجزائري، ولكن اللي ما كنقبلوش هو هذا الكليبتوكراسي ديال النظام اللي هو كيتجاوز الشعوب كيتجاوز انه باغي مصلحته، مش باغيش مصلحه الشعب الجزائري باغي مصلحته. وحتى في العالم عارفين النظام فاسد وكيتعاملوا معه. واحد الوقت رجع يعني وزير الخارجية الأمريكي وكان داك الساعة الرئيس الراحل بوتفليقة في الكرسي وجا كيساندوا باش يبقى على قلوب الجزائريين، قالك حنا كنتعاملوا مع نفس الفريق خصو يبقى لأن القوى العظمى كتضحك علينا وكتنهب خيراتنا لأننا حنا كنتقاتلوا فيما بيناتنا وما كندافعوش على مصالحنا، في حين المصلحة ديال المغرب في الجزائر ومصلحة الجزائر في المغرب ومصلحتنا جميع نبنيو المغرب الكبير غادي من موريتانيا المغرب الجزائر تونس ليبيا باش نكونوا قوة. عندنا البترول عندنا الغاز عندنا الأدمغة عندنا الفوسفات عندنا الأراضي الفلاحية عندنا لو سافوار فير عندنا الكفاءات اللي اليوم كتهاجر لأن البلدان ديالنا ما فيهاش الديمقراطية حتى وحدة ما فيهاش الديمقراطية، كيهاجروا الأطباء ديالنا كيهاجروا المهندسين هادشي كلهم بغينا يبقى باش نبنيو. ولكن فرنسا أوروبا أمريكا كل هذه الإمبريالية العالمية ما باغياناش نتوحدوا، وملي كتلقى حكومة فاسدة كتلعب اللعب ديال هادشي. انا بالنسبه لي اذا انت استاذ ضد هاد البروباغندا الاعلاميه وهذا ما شفتوش وما غنشوفوش وما غنديهاش فيه، هذا شي حمق ما لا حيت حنا معاهم في اللعبه المؤثرين. لا والو ما كاين المؤثرين، هضروا على تاريخ بلادكم بالحجه والدليل كيفاش المغاربه دخلوا الاندلس وكيفاش المغاربه انهم حاربوا البرتغال وحاربوا تسبليون وحاربوا فرنسا، كيفاش المغاربه كل ما كانش ديك القضيه ديال ايكوفيان كون حنا حررنا داك الساعه الصحراء ديالتنا كامله، كيفاش المغاربه الشرفاء اللي جابوا نيلسون مانديلا ترينا عندنا حنايا، والمغرب الدوله المغربيه عطاتو الاسلحه باش يحرر راسه من لابارتايد ونشروا هاد الشيء وما تخليوش هذوك يجركم التفاهات لاننا نعيش في عالم التفاهه، وهاد التفاهه بغاوها لنا الشعوب العربيه والمغاربيه والمغاربية مسلمة باش نلقاو حنا حالين فمنا بيد ما هما ياخذوا الخيرات وباش يستعبدونا غدا غدا. راه ما عرفت كيفاش غادي يحكمونا، راهم تيوجدوا نظام عالمي احادي الحمد لله اللي اليوم الصين وروسيا راها صاعده باش دير قطبيه متوازنه، ولكن راه باغين. ولهذا انا بالعكس راه حنا شعب واحد، ما تسبوش، السب راه تيستعملوا غير الجهال وقليلي العقل والذين يفتقدون للحكمه. بركه من هذا الشيء هذا راه كانت هذه اخر تهمه وآخر صورة بغيت منك تعليق. غادي ندوزو مباشرة محبا. للفقرة الموالية وهي فقرة مع أو ضد ورأيك بطبيعة الحال بكل صراحة بالفرح. فقرة الرابعة ولكن من بعد الفاصل. وصلنا للفقرة الرابعة وهي فقرة سهم الرأي مع أو ضد مجموعة من الأفكار، وبغيت أستاذة نبيلة تقولي لي واش أنت معها ولا ضدها. مرحبا. بما أن احنا في شهر رمضان وكيكثروا فيه الإنتاجات الرمضانية والتلفزية والإعلامية، بغيت نسولك قبل ما نعطيك السؤال، كتبعي المشهد الإعلامي المغربي الأفلام المسلسلات البرامج التلفزة المغربية؟ في التلفزة المغربية كنشوف الأخبار وقليل فاش كنشوف بعض البرامج اللي هي كنلقاها في الحقيقة مهمة واللي هي كتبقى نادرة بالنسبة للإنتاج عموما اللي هو كيبقى. أنا ما كنتكلمش هنا على الممثلين والمشاركين اللي كيمكن يكونوا متميزين، ولكن المحتوى يعني المحتوى ديال التكليخ ديال الجماهير المشاهدة وصافي. إذا أنت مع من با ديال الترفيه مع أو ضد من يقول أن المنتوج الإعلامي الرمضاني هزيل وتافه؟ أنا مع 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 كل الأسف. والميزانيات ضخمة اللي كترصد لها رحنا هذا البلاد ديال الافتراس، خصنا نخسروا الفلوس بزاف، المردودية قليلة
ونكلخوا الناس باش حتى واحد ما يقول شاد شي فين مشاو الفلوس مالكم درتوا لنا غير هذا الشيء ما فيه ما يتشاف. مع او ضد مطالب اتحاد المسيحيين بالمغرب باسقاط قانون تجريم الانشطه التبشيريه. وهذا في حقيقه سؤال اللي هو عارض. علاش؟ لاننا في الدستور المغربي درنا احنا مسلمين وعندنا الرافد اليهودي دخلناه في الدستور. نعم شحال ديال اليهود عندنا في المغرب اللي كنا كنتعيشوا معاهم بسلام وامن في المغرب. اما هادشي ديال المستشرقين اليوم كل واحد كيلغي بالغاه. انا بالنسبه لي هاد الناس هادو الدين ماشي بالضروره الا بغيتي تنشرو كتنشرو بهذا التشهير، لان كنعرفوا افريقيا كلها استعبدت بلا بيبل. كيف قال لهم الرؤساء ديال الدول كانوا كيجيبوا لنا لا بيبل يقولنا غمضوا عينيكم، كنهزوا لا بيبل غمضوا عينينا كيهزوا هما الثروات وداكشي يديوه، وحنا كنحلوا عينينا كنلقاو الثروات مشات وبقات في يدينا غير لا بيبل. اذا هذا الشيء ديال الخدعه ديال 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 الدين، الخدعه المقدسه، انا ضدها بكل الوانها واشكالها. ما كاينش خصنا احنا دوله، يعني دوله اللي الدين ديالها هو الاسلام، احنا خصنا يكون الحريه ديال المعتقد مضمونه، اللي بغى يدين بشي دين ما كاين مشكل. ولكن التبشيريه هادشي التبشير وهادشي هذا يعني شنو هي الضروره؟ هادشي راه وراءه كتكون حوايج اخرى اهداف اخرى. اذا انت ضد مع او ضد رفض اعفاء المتزوجين من مغربيات من تاشيره الدخول للمغرب؟ اعفاء المتزوجين المغربيات، انا هادو المتزوجين المغربيات يعني خصهم ياخذوا الجنسيه المغربيه اوتوماتيكمون، خصهم ياخذوا الجنسيه المغربيه، لانه المراه المغربيه كيمكن لها اليوم بعد نضال مرير انها تعطي الجنسيه لوليداتها. كانوا الدراري كيتكرفسوا، مراه مغربيه مجوزه بعراقي او مجوزه بليبي كيبقى وليداتها شنو ملي تعطاتهم الجنسيه على الاقل تحلت واحد نسبه كبيره من المشاكل. اليوم تنظن خصنا نزيدوا خطوه الى الامام وتعطى الازواج الجنسيه المغربيه مرحبا بهم، اللي خداو مغربيات وكونوا اسر هادو راه ولاو مغاربه. اذا انت مع نعم مع او ضد اقرار عقوبه الاعدام في حق مغتصبي الاطفال؟ انا في الحقيقه يعني ضد عقوبه الاعدام كيفما كانت الجريمه، كيفما كانت الجريمه، لانه الحق في الحياه حق مقدس، ولو الجريمه تكون ولو يعني الجريمه خصوصا الفضاعه. خصنا كيف كنقولوا الحمايه خير من العلاج، خصنا الامور استباقيه قبل. بالفعل خاص العقوبه تكون شديده جدا، ولكن عقوبه ديال 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 الاعدام انا ضد. انا من يعني من الناس اللي كيدافعوا باش تلغى العقوبه ديال الاعدام، لان كيكون فيها بعض المرات اخطاء، وهذاك اللي عدمناه وماشي هو اللي قتل ماشي هو اللي دار صافي زهقنا روحو. ولهذا انا الحق في الحياه عندي مقدس، واللي دار شي جريمه خاص يكون العقاب يعني بالقوه ديال ديك الجرم الذي ارتكب. مؤخرا طفله اغتصبت عندها 11 عام من قبل 4 ديال الهيوش، فيعني المحكمه حكمت عليهم بعامين سنتين. واش هذا الشيء شمن دوله؟ هذه شمن دوله؟ اسمح لي. ودابا رغم النضالات وداك الشيء كيقول لك ما يمكنناش نراجعوا حيت فات لينا، واش كنت خطأتي نجيبوا محكمه اخرى نجيبوا قضاة اخرين؟ لان مع كل الاسف المجتمع البتريكي فيه بعض القضاة الله يسمح ليهم ماشي كلهم، لان حتى هما عندهم ذاك العقليه كيسمح للراجل وهي دازت من تماش كل ما قابلهاش علاش لبسات ديك الجوبا. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا كلام مردود عليه وغير مقبول، لان كل اطفال خاص اي انسان يعتبر الاطفال اطفاله كيف ما كانوا خصو يرعاهم، واخا يكونوا جنسيه اخرى واخا تكونوا ديانه اخرى. فبالاحرى الا كانت طفله مغربيه وعايشه في ظروف مزريه في الباديه، انا كنت كنتسنى مسيره تجي من الباديه ديالها ومن المغرب كله ونوقفوا كاملين في باب المحكمه باش هذوك الجنات ياخذوا. وراه حنا عندنا مثال اخر في بن قرير، هذيك البنت اللي اغتصبت وداروا لها الوشم سميتو طلقوهم قتلات راسها، علاش حنا نوصلوا لهذا الشيء؟ راه خاص تكريم المراه، الذي لا يعرف ان يكرم المراه لا يستحق اي تكريم هو، وما تيستحقش حتى لقب يكون انسان. ولكن واخا هكاك واخا يعني هذا الجرم فظيع، انت ضد العقوبه الاعدام؟ انا ضد عقوبه الاعدام، لان بالنسبه لك الحق في الحياه اقوى من اي بالفعل. حاجه. كاين عقوبات شديده اللي يقدروا ناخذوا الحق ديال ذاك الشخص ولكن بالفعل. بدون اعدام. اوكي نعم. مع او ضد من يقول ان مصطفى الخصم يدفع ضريبه النزاهه؟ مصطفى الخصم واحد المغربي اللي مشى عاش في ألمانيا وهو بطل عالمي وعاش في مجتمع ديال الحرية، وملي كانت تجي من مجتمع الحرية
كتسحب في المغرب حتى هو راه فحال فحال. جا قالت انا غادي نترشح وغادي نتقدم والمدينه ديالي وازرو غندير سياسه وغادي نخدم غندير جهدي وغادي لا. ولكن يعني كان شي شويه ساذج لان اللوبيات ورغم ذلك محترم جدا. يعني هذا اولا دخل واحد الحزب اي حزب اي حزب لا ماشي اي حزب هذه هي المشكله ماشي اي حزب. ثم انك جيتي ودخلتي وسط اللوبيات ديال الفساد وحاولتي انك تضرب في لافورميليير خرجوا خرج هذا. ولكن انا كنحييه وكنطلب بانه تكون مؤازره له من قبل الشرفاء ومحامون من جميع الاحزاب وجميع الجهات يعاونوا هذا الرجل اللي هو نزيه وعنده بغى يخدم المنطقه ديالو وشاف بانه لا المعينون ولا المنتخبون سرقوا الاراضي سرقوا المياه سرقوا كل شيء سرقوا الميزانيات ديال الجماعه وهو باغي يخدم واليوم ما بغاوش يخليه حتى يخدم. انا كنظن هذه راه ولات مساله راي عام. راه الدوله كدوله خصها تحمل مسؤوليتها وتعاقب هذوك اللي خصهم يتعاقبوا وتخليو الراجل يخدم. والا راه يمكن التبعات ديال التسامح مع بحال هذا الشيء غادي يعطينا شي حاجه شي اوضاع سيئه ما بغيناهاش حنا البلاد. اذا انت مع ان الخصم يدفع ضريبه النزاهه بطبيعه الحال مع او ضد الاستعانه بممرضين اجانب لسد الخصائص في قطاع الصحه؟ سمعنا أولاً ممرضين من الفلبين دابا حنا جابوا لنا البقر من البرازيل جايبين لنا بنادم من ما عرفتش منين. حنا المغاربه ما لقاوش فين يخدموا الشباب المغربي والشابات المغربيات كيطلبوا باننا نديروا مراكز ديال التكوين ممرضات وممرضين ونداويو حنا جدودنا وباواتنا وخوتنا وخواتنا وداكشي كله. زعما ما فهمتش انا هادشي هذا لانه ماشي ما فهمتش انا عارفه بانه كاين اتفاقيه دوليه كتجرك من نيفك خاصك دير بزاف الحوايج انت ما باغيش ديرهم ربما ولا ما كنتيش كتفكر فيهم. حنا كنشوفوا مثلا الاطباء المغاربه مكونين احسن تكوين كيمشيو للخارج واحد النسبه كبيره وحنا قال كيجيبوا لنا من دول اخرى قارين 5 سنين الطب بحال هذاك اللي قاري 7 سنين وقاري في المغرب وباش تدخل بعدا دير الطب خص تكون عندك 17 و18 ومتميز ودوزتي تمارين الكحله لان لي زانترن كيعطيو 100 درهم في السيمانه واللي كيخدموا في تيديروا يعني كيخدموا في لو سيرفيس ا بارتير دو لا 4 اني كيعطيوهم 6000 ريال و 3000 درهم في الشهر تكرفيس العالمي. اش درتوا بغيتوا ديروا لنا الخصاصه ديال الصحه درتوا يعني كليه الطب بالفلوس؟ لا حنا خاصنا كليه الطب في جميع الجهات المغرب بلا فلوس باش نكونوا العدد الكافي اللي خاصنا ديال الاطباء خصوصا كاين خصاص كبير خاص 100000 ديال الاطباء وديال الممرضين اليوم في المغرب. الممرضين خاصنا نكونوهم ديك النهار قال لك راه المراكز البلاصه اللي كيجلسوا فيها جوج نجلسوا فيها ثلاثه باش نكونوا دغيا. ونفس الشيء بالنسبه للاطباء البلاصه اللي تيجلس فيها واحد يجلسوا جوج لا ماشي هذه هي الطريقه في كنتوا ناعسين هذه 20 عام لان خاص السياسات الاستباقيه خاص الحكومه تكون قادره تحدد شنو الحاجيات ديال المستقبل. يعني انا ضد سمحوا لي ماشي بالعكس انا كنشوف المغاربه كيمشيو يخدموا في الخارج واللي بغى يجي يخدم عندنا مرحبا به وداك الشيء. ولكن أولى اليوم اش داروا اولاد البلاد؟ لا حيت اولاد البلاد دابا شنو المشكل غادي يجيبوهم لانه فتحوا واحد العدد ديال الكلينيك بريفي الطب بغى يولي كله بريفي اللي بغى يدواء يضرب على جيبه اللي غادي دابا باقي صغير وفي صحه جيده دابا يبدا ايكونوميزي في واحد الصنيديقه ديال الصحه لان ما غاديش تبقاش الصحه بالمجان. وداروا يعني غيديروا 12 وحده ترابيه سموها مجموعه ترابيه في 12 جهه غادي تبقى تفتح للخواص وهذوك ما غادي يخدموا لي زانفيرميير ماروكان اللي مكونين مزيان والاطباء ماروكان مكونين مزيان هما الاولين دونك خاصهم يجيو باش يعمروا شي شويه البلاصه. راه داك النهار تعيطوا لي انا من انزكان 15 طبيب مشى من انزكان شكون اللي غادي يخلفهم؟ كيفاش غيداووا الناس ديال انزكان؟ كيفاش غيداووا الناس ديال 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 الورزازات؟ كيفاش غيداووا الناس؟ اذا الحكومات المتتاليه فشلت النموذج المواره قالوا فشل فشلات باش تكون عندها نظره استباقيه. اللي حطيناه في المسؤوليه كيبقى يعمر في جيابه ويبني في الشركات ويعمر في خوالاته ويخدم الناس وداك ما كيبنيش المغرب على 10 سنين على 20 عام. دابا كنشوفوا اليابان كيخطوا للتعليم على 100 عام. حنا في اين نحن من هذا؟ حنا عندنا حكومه محكومه فيها الجشع في واحد العدد الناس كيقول الكفاءات شنو الكفاءات؟ الكفاءات باش تطبق لي انا التوصيات ديال صندوق النقد الدولي ودير لي الخصاصه وتغرقني في المديونيه ودير لي التسريع التعليم والتسريع ديال الصحه شنو الكفاءه هذه اللي ما غاديش تحقق لي العداله الاجتماعيه لا اسميها كفاءه هادشي اللي كاين الحيويه. اذا اليوم غادي يجيبوا لنا انا قلت لك جابوا لنا البقر كاع ما تشاوروا معنا هادو البقر ديال البرازيل ما عرفتش شتي استاذه نبيله داك الفضيحه اللي وقعت في مدينه الرباط بعد قبل ما يجيبوا لنا هاد البقر كان خصهم يديروا استفتاء للمغاربه
واش بغيتونا نجيبوا البقر ولا خليونا نربيوا البقر ديالنا والغنم ديالنا حنا هنايا؟ علاش ما تيتشاوروش معنا ويجيبوا لنا حنا شي حاجه؟ وفي البرازيل سمعنا بانه كاينه تما لا فيغ اش ان ان، واحد العدد ديال الدول كانت كتستورد من عندهم الابقار ما جاتوش. ياك ما حنا صيفطوا لنا شي حاجه اللي فيها شي مصيبه عاوتاني كحله غادي نحيروا فيها. المشكل ما بين يعني الاصحاب ديال المجازر و يعني والمسؤولين حلوا لهم البيبان، وشفنا داك الفضيحه اللي وقعت مؤخرا في مدينه الرباط. اه نعم. وشفنا يعني الابقار البرازيليه. حنا غنديروا لا كوريدا، يمكن انا كانوا السن المغاربه هذو اللي جابوا هذه الابقار من البرازيل يديروا بهم لا كوريدا، احسن ما ناكلوهم حنا لا تكون فيهم شي حاجه. راه داروا واحد لا كوريدا والله العظيم لحسب لي انايا في الزناقي ديال اسبانيا. شفت هذاك الشيء ومغاربه تبارك الله عليهم فتو. حتى المشاهد اللي شفت انا البارح تقريبا راه نفس الفكره. المهم لا لا كوريدا على ماروكان بالبقر البرازيلي. اخر سؤال واخر فكره بغيتك تقولي معها ولا ضدها، مع او ضد فكره اساتذه التعاقد في النظام التعليمي المغربي؟ ضد ألف ضد بدون معا. التعليم هو المدخل الاساسي لبناء اي دوله محترمه، باش تشكلنا تكون الكفاءات اللي هي مكونه علميا وفكريا واخلاقيا وعندها الحس النقدي، وباش تنقد البلاد غدا، لان بلادنا خصها اللي ينقدها، واللي كينقدها هو الانسان اللي متخلق متعلم، والكفاءات كلها اللي خصها تكون واللي خصها تخرج لنا من المدارس. وكنعرفوا بان العنصر الاساسي في المدرسه هو الاستاذ والاستاذه، الاستاذه والاستاذ. وانا هنا كنترحم على اللي قراونا واللي باقيين بالحياه الله يطول لهم العمر، لانه عطاونا الدم نجوفهم باش كونونا وباش ساعدونا باش نكونوا مستقلين وباش نخدموا حتى حنا بلادنا. اذا اليوم الاستاذ والاستاذه ما يمكنش نجفوا به الارض، سمحوا لي على هذا التعبير، اننا ما نخلصوش مزيان، واننا نكلوا به، واننا ملي خرج يتظاهر نسلخوه. علاش بغينا التعاقد؟ هذا الاستاذ خصو يبني المهنه ديالو اللي ماشي مهم، ماشي هو قضي حاجه، هذا راه استاذ، هذا راه استاذ، هذا راه استاذ، خصو يتكون التكوين المستمر ونكرموه ونعاونوه، ماشي نسلخوه ملي يخرج في الزنقه. اذا انا هذه التوصيه من التوصيات ديال المؤسسات الماليه التي تريد لنا ان نستمر في نظام التفاهه في بلادنا، وفي ضرب امكانيه خلق هذه الكفاءات العاليه اللي حنا محتاجين لها. ولهذا انا بالعكس خصهم يتدمجوا في الوظيفه العموميه، وخاص الرفع من الاجور ديالهم، وخاص التكوين المستمر ديالهم، وخاص التكريم ديالهم. لانه الا قدرنا الاستاذ، انا كنتذكر هذه 40 سنه كانوا بعض الاساتذه كيحملوا ديال الابتدائي كيحملوا لقب الاستاذ المتميز، لو سوبر لو سوبر ماتر. كان داك الساعه كيتخلصوا ب 5000 دولار، يعني تقريبا 5 مليون مغربي. كيقول لك هادو هما اللي كيكونوا لينا المراه والرجل ديال غدا، خصنا نكرموهم ونعاونوهم. الا حنا ضربنا الاساتذه ديالنا الابتدائي وديال الاعدادي وديال الثانوي، والى اليوم في الكليه اللي انا كندرس فيها، يلاه ساليت الدرس ديال لوندوكرينو هذه واحد الشهر، انه اليوم هذه السنه 15 الاساتذه المتميزين في كليه العلوم عين الشق اللي انا كنحترمهم بزاف، وما يعني كينشروا في المجلات الكبرى، غادي يمشيو للتقاعد. يلا جانا بوست واحد، فينا هما المناصب الماليه اللي خصها تخلف هادو باش يقراو الشباب باش تبقى الكليه بالمجان؟ اش كيوجدوا لينا هاد الناس؟ الا مشى 15 استاذ تقاعد وجبتي ليا واحد، شكون اللي غادي يقري ولاد المغرب؟ شكون اللي غادي يقري ولاد الفقراء؟ شنو؟ احنا ما عندناش باش غادي نقري ولادنا بالفلوس، اش غادي نديروا؟ ولهذا تجي تقول لي التعاقد، ما بغيناش التعاقد وما يصلح ليناش التعاقد، واي دوله ناميه مشات للتعاقد كتفني التعليم ديالها. خصنا التوظيف في الوظيفه العموميه، وخصنا خلق مناصب كافيه، ونطلعوا الاجور ديال الاساتذه ونكرموهم، لان هذاك الشيء غادي يحافظ على البلاد وعلى الوطن وعلى الوحده ديالو والتمنيع ديالو. راه ماشي داك اللي كيحكم راه غادي يتمنع بالجهل، راه العلم هو الذي يمنع الجميع. كيف ما كان الحال؟ سلينا. شكرا سلينا، كانت هذه اخر فقره. بغيت فقط نشكرك ونقول لك رمضان كريم، ودمتي دائما متالقه وغزاله، انت اللي متالقه. انا استمتعت معك اخبارك استاذه نبيله، استمتعت بهذه الحلقه. شكرا. اكثر حلقه تصنت فيها، لاني حسيت براسي مع انسانه يعني الانسان يقدر يستفد منها بزاف. اخر طلب استاذه نبيله هو الا طلبت منك ترشحي لي شخصيه تجلس في هذا المكان. اوي شوفي، الله يحفظك ليا، انا كنظن اينما وجدت المراه يجب ان تكرم المراه. حاولي تلقاي شي نساء زوينين، كاينين. عرفتي ذاك النهار انا عرضوا عليا واحد الجمعيه كيعتنوا بداك السجناء اللي هذا باعاده الادمان ديالهم وداك الادمان المخدرات، ولقيت شي قضيات وشي محاميات وشي شي عرفتي تيحمقوا، والله العظيم فرحت.
شكلا ومضمونا ونضالا واللي بغيتي. جيبوا شي قضيه وعلى تهضر لكم على اطفال السجون وداك الشيء كله. كاين هذه عائشه القلاع وكاينه هذه سعاد الطوسي. هذه سعاد الطوسي واحد الحماقه كتخلي بناتها في الدار تمشي هي كاريه واحد الفرقونه تهز الدراري في الزنقه وتغسل لهم وتوكلهم وتديهم لإدم. داك الشيء راه كاين دي جون كي فون دي شوز اكسترودينير. بغيتك على الاقل ديري لا باريتي حيت بلا دوزتي شي رجال اختاري شي نساء زوينين. كان وعدك ان الدعوه غادي انا غادي نشكر الا بانت لي شي هذا شي حاجه نقولها لك. شكرا سعيده جدا استاذه بحضورك معايا. غادي نقول لك رمضان كريم مره اخرى ودمتي متالقه. الله يحفظك. وشكرا لكم مشاهدينا. هذه كانت حلقتي مع الاستاذه نبيله منيب. غنضرب لكم موعد في حلقات مقبله من برنامج السهم.